أهلا بكم في آخر فقرة من حلقة اللادي. أنا من الناس المؤمنة بأنه ربنا جعل بيننا طبقات في كل شيء على فكرة، يعني في الذكاء، في الغنى، في الصحة، في طول الجسم وعرضه، في الجمال، في كل حاجة، وأنه ربنا عادل، يعني ما سابش حد فينا كده من غير حاجة، إدى لكل واحد نعمة، في اللي عنده مشكلة في جسمه بس عنده نعمة في ذكائه، في اللي عنده مشكلة في ماله بس عنده نعمة في ولاده، في هناء البال، يعني نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. لكن وأنا من الناس المؤمنة برضو أنه اللي معاه دولارات أو اللي عنده عربيات أو اللي عنده سرايا أو اللي عنده فيلا هو تعب فيها. في ناس حرامية، في ناس مهلبتية، زي الواد القاضي اللي أنا قلت عليه من شوية ده، اللي باسم الكنيسة راح لم تبرعات من أمريكا وعمل جاب فيلا في لايك فيو والحاجات دي. الواد ده أنتوا عارفينه. يعني أنا مؤمن بأنه غير دول، لكن في ناس، يعني لا، في ناس شريفة وشقيت على مالها لحد ما كونت ثروة أو ورث ثروة. أنت ورثت ثروة عن والدك خلاص. فالمشكلة أن في الدول الطاغية أو الدول اللي بتحكمها الاستبداد، المشكلة أنه النظام بيبص لأي حد معاه فلوس على أنه سرقها أو على أنه خدها كده على البهلي. يعني أنت لما تقابل واحد غني شوف أنت بتبصله إزاي. إذا كنت بتبصله أنه ده قدره ورزقه فأنت شخص متسق مع نفسك. إذا أنت هتبصله أنه هو يا ابن الذين على حظك، فأنت هتعمل زي بتوع قارون في القرآن الكريم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إذا كنت بتبصله على أنه هو حرامي بقى ابن الله، ده حرامي وهلباتي كبير، يبقى أنت عندك مشكلة في نفسك. حدد نفسك أنت لما بتقابل واحد غني بتبصله إزاي. العصابة اللي حاكمة مصر بتبص لأي واحد غني بالطريقة الثالثة، انه حرامي وانه امواله دي ها خدتها كده ها، وان احنا زي احمد موسى دلوقتي في الفيديو لما بيقول للناس مش معنى ان انا وفرت لك سيوله تروح تسحب دي فلوس يا احمد، لان احمد شايف ان اللي معاه دولارات ده حرامي، هو عنده خلل في نفسه، شايفه حرامي، لا تشد، لا مغارت علي بابا في خير الدولارات، لا، الناس اللي عملت ثروات في حراميه، لكن مش كلهم حرامية. في ناس تعبت في الفلوس دي، في ناس شقيت، في ناس عملت الفلوس دي من شقاها ومن عرقها وما بينامش الليل وبيشتغل طول النهار والليل غربة. في يا جماعة ناس عايشة بره بقالها سنوات مغتربة عن أسرتها عشان يكون القرشين دول. ما تبصلوش بقى على ده، أنا عايز فلوسه. حالة من الجدل والتساؤلات شغلت أو ما إلى ذلك. دي نقطة. النقطة الثانية هي سوء تصرف الحكومة في الإدارة الاقتصادية لموارد النقد الأجنبي. وإحنا شفنا تصريح هشام رامز لو تذكر حينما كان محافظ البنك المركزي في مشروع توسعة قناة السويس، قال إن السبب في الأزمة هو إن إحنا دفعنا إيجارات للشركات الأجنبية اللي اشتغلت في القناة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ده أدى إلى وجود أزمة. وحتى البيانات بتاعت ميزان المدفوعات بتقول لنا الاتجاه اللي ماشيه فيه الحكومه المصريه اتجاه خطا فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر. الناس المستثمرين الاجانب الموجودين في مصر الان سواء كانوا في البورصه او عندهم شركات اصبحوا عبء على الاقتصاد المصري، لان حضرتك انت دلوقتي بتدفع 16.7 مليار دولار كل سنه للمستثمرين دول بيخرجوهم بره. فطبعا ده بند كبير جدا، يعني انت يعني انت اعلى بند عندك في الواردات من النقد الاجنبي تحولات المصريين 31.5 مليار. طبعا الطفره اللي حصلت في الصادرات السلعيه هذه السنه لا يقاس عليها، ينتقل من 28 الى 43، لكن ده بسبب ارتفاع سعر صرف قصدي ارتفاع سعر البترول. لكن في الوقت اللي انت زادت فيه الصادرات بتاعتك من 28 الى 43، للاسف الشديد الواردات بتاعتك ارتفعت من 70
الى 87. يعني طب لا يا دكتور ما تدخلنيش في الحكايه دي عشان انا ممكن اتوه منك، لكن خليني انا دلوقتي حاطط 10,000 دولار في البنك، حاطط 50,000 دولار في البنك، نعم، هل يحق للبنك انه يقيد سحبي او حركه تعاملي مع البنوك مع الاموال بتاعتي اللي في البنك؟ والله في الاوضاع الطبيعيه لا، وحتى في ظل الازمات الاقتصاديه مثل هذه التصرفات بتاتي بنتائج عكسيه. لكن لو احنا قدام مثلا ثوره، لو احنا قدام احداث يعني غير عاديه، فممكن نقول ان من حقه ان عشان ما تخرجش عمليه تدفق للخارج اكتر من اللازم ما يمكنش السيطره عليها. يعني احنا مثلا من الحاجات اللي بنقول ان الجرائم اللي ارتكبها فاروق العقده اثناء ثوره 25 يناير ان هو سمح لخروج اموال رجال مبارك والمستثمرين الاجانب انها تخرج عند 6 جنيه او 6 جنيه ونص، في حين ان هو كان في الفتره دي لازم يرفع سعر الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير جدا عشان يوقف الخروجات دي. لكن انت في الوضع الطبيعي زي ما حضرتك بتقول، الناس اللي عندها 50 و100 و200 و300 ومليون دولار وهو بيخرج حاجات بشكل طبيعي، انفاق ما هوش خارج اطاره اللي بيتصرف فيه لمستلزمات علاج، لمستلزمات تعليم، لمستلزمات استيراد. يعني انت مثلا الان المشكله الموجوده لاطباء الاسنان في مساله البنج اللي بيستخدم، يعني انت ازاي تقول انك هتصرف للناس دي مثلا تاخر الصرف وتعمل قائمه انتظار والعيان هيقعد ينتظر شهرين وثلاثه واربعه لما عشان يتعالج لما يجي له البنج؟ طبعا كلام مش مقبول. الاكثر يعني غرابه في هذا طلبات المنتجين في الوقت اللي انت بتعلن فيه انك هتعمل مدينه ترفيهيه ب 2.5 مليار دولار، يعني حاجه كده خارج نطاق العقل. يعني مهاتير محمد في المرة الثانية لما جه رئيس وزارة في السنة وكم شهر اللي جه فيهم، أول قرار خده لغى استثمارات ب40 مليار دولار مع الصين في مشروعات بنية أساسية، وقال إن إحنا لا نتحمل هذا الإنفاق في هذا التوقيت، إحنا نعمله لما يبقى عندنا فائض. وخد أكثر من اتفاقية للقروض كانت ماليزيا في طريقها إنها تنفذها ولغاها، قال الديون لا تقيم اقتصاد الدول. فبالتالي هنا احنا بندفع دلوقتي ثمن التصرفات غير المدروسة اللي اتخذت بشأن الاقتصاد المصري بشكل عام وبشأن العملة الأجنبية بشكل خاص. طيب دكتور اتفضل اتفضل يا فندم. مهمة جدا لأي اقتصاد، ما ينفعش ان انت الناس تقف على البنوك بالساعات الطويلة واللي عاوز 1000 ياخد 200 واللي عاوز كذا ياخد مساحات اقل. طبعا الوضع الطبيعي الناس هتروح للسوق السوداء بيعا وشراء، وسوق السوداء يعني تأزيم الوضع بشكل اكبر، بتفتح مجال بقى للاقتصاد الاسود يتصرف بشكل كبير جدا، هتبقى مساحه كبيره تجار المخدرات يحصلوا على تمويل من خلال السوق السوداء، تجار السلاح عفوا فهمتك يا دكتور. طب دكتور معلش، يعني بعض الناس نصحت الناس بانهم ما كمان ما يحطوش فلوسهم في الدولار، يحطوا فلوسهم ذهب، وعندنا في ناس بتقول ان الدولار سعره في مصر مرتبط بسعر الذهب. سريعا بس، الى اي مدى ده صحيح يا دكتور؟ هو في ارتباط بين الذهب والدولار ده في القاعده العامه على مستوى السوق الدولي، ما بتكلمش على سوق خاص بمصر، وهجيبك فيما يتعلق بمصر. ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ احنا عندنا دلوقتي في مضاربين في السوق الدولي. حسوا ان البنك المركزي الامريكي رفع سعر الفايده. فانا لما احط فلوسي في الفايده بتاعه البنك البنوك المركزيه تبقى اعلى من ان انا احتفظ بالذهب. فبيع الذهب. فيبقى في عرض كتير فالذهب يرخص. طيب حصل العكس، البنك المركزي الامريكي قال احنا عملنا اللي احنا عاوزينه بالنسبه لسعر الفايده، واحنا كده بقى لازم نعمل رواج ونخفض سعر الفايده عشان المستهلكين ياخدوا قروض وعشان المنتجين ياخدوا قروض، فهنزل سعر الفايده، فهيبقى سعر الفايده على الدولار قليل، فالناس عادي جدا هتروح تبحث عن مصدر احسن، تقول لك لا دلوقتي العائد من الذهب اروح اشتري ذهب. فدي المعادله بتاعت الذهب والدولار الموجوده. طبعا البنك المركزي الامريكي
وصل سعر الفايده الان من 3 وربع 3 ونص، وهو في برنامجه توصل ل 5%. هو شايف ان ده في مصلحه الاقتصاد بتاع المنظومه الراسماليه ماشيه كده، لما الاسعار تغلى والتضخم يرتفع والكلام ده كله، يقول لك حل سعر الفايده ليه؟ عشان تسحب الفلوس من ايد الناس والطلب بتاعهم يقل، فالاسعار تنخفض والدنيا تهدى. ده المفهوم بتاعهم، هم احرار. في احنا طبعا عندنا في الاسلام الوضع مختلف تماما عن هذا الامر. بالنسبه للوضع في مصر، او اي حد بيستثمر الان في الذهب وشايف ان في مخاطر تتعلق بالدولار، يعمل حسابه ان هيحتفظ بالذهب لاكثر من سنه الى سنتين علشان يحقق ارباح ويحقق مكاسب، لكن لو بيشتغل على الاجل القصير مش هيحصل هذه النتيجه الايجابيه، بالعكس هي يتعرض لمخاطر كبيره جدا. علشان كده بنقول اللي هيشتغل في الذهب يبقى عامل حسابه اشترى اصل يركنه، وطبعا يتابع الاسعار لاكثر من سنه. بعد سنه هيبدا الذهب يستعيد، بدل الاونصه بدل ما هي دلوقتي 1640 ممكن توصل 1750 او ما الى ذلك، وبالتالي يحقق هامش ربح كويس. انا بس ليا ملحوظه حبيت اقولها، يعني سمعتها من حضرتك في بدايه البرنامج، ان ربنا خلقنا طبقات. طبقات الشيخ الغزالي في كتاب الاسلام واوضاعنا الاقتصاديه بيقول لا، ما فيش في الاسلام طبقات، في درجات. انا قصدي درجات، انا اسف يعني. أنا هو الأستاذ محمد ناصر إعلامي شاطر اشتغل على نفسه، مش معنى كده إن كل خريج الكلية اللي اتخرج منها الأستاذ محمد ناصر المفروض يبقوا إعلاميين، لكن الطبقية بتعني الانتماء إلى طائفة أو جماعة أو حزب بناء على الانتماء للدين أو اللون أو الجنس أو طبقة مالية. لكن إحنا في الدرجات كلنا دخلنا كلية كذا، لكن الأستاذ محمد ناصر أو سين أو صاد تميز في انه جاب امتياز، جاب جيد جدا، كان ليه ثقافته الخاصه، بنى نفسه وعمل تدريب. فاحنا عندنا درجات ما عندناش طبقات. انا بشكرك يا دكتور، بس انا اقصد درجات فعلا والله، يعني اقصد اقول ان في فروقات يعني. طيب معلش دكتور، حاجه اخيره. بعض الناس كتبت او كاتبين على السوشيال ميديا في تخوف من ان مصر، ده سؤال اخير والوقت خلص للاسف. بعض الناس كتبت انه في تخوف من ان مصر تصل الى السيناريو اللبناني في الادخارات، وانه يجي بنك يقول لك ما عنديش، او يفضل يقلل السحب، يقيد السحب اكتر واكتر لحد ما يقول لك ما فيش سحب اليومين دول. الى اي مدى انت كاقتصادي شايف ايه اللي يخلينا نستبعد السيناريو ده؟ نعم؟ ايه اللي يخلينا نستبعد هذا السيناريو؟ انا بسال حضرتك. يعني ما هو اللي حصل، ما اللي حصل في لبنان كده، بدات ان انت تروح تطلب 1000 يديك 15، فطبعا لما يتكرر، لو الفترة طالت بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي، طبعا مصر مقبلة على خطوة شديدة الخطورة فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج. هم يعتبروا القرض بتاع الصندوق مجرد أنطرة أو عتب عشان يروحوا يستلفوا من سوق السندات الدولية، ولا أظن إن مصر لو اقترضت في الفترة الجاية هيبقى سعر الفايدة أقل من 9.5%، وده هتبقى مصيبة المصائب. ليه؟ أعباء الديون هتزيد بشكل كبير جدا. فهو لو كلما طالت الفتره بتاعت الحصول على قرض الصندوق والاقتراض من السوق الدوليه، هتفضل البنوك تقول له ما فيش ما فيش ما فيش. لو الفتره دي طالت يبقى السيناريو اللبناني ما اظنش ان مستبعد، ووارد ان الناس تروح البنوك، هيفضل القيود الموجوده، ان اللي بيطلب 1000 هياخد 50، اللي بيطلب 2000 هياخد كذا، واحنا ماشيين في هذا الاطار. لكن مساله ان احنا نقعد نتخوف من كل شيء في ظل إدارة ليست كفء، لأن احنا لاحظنا أن القائمين على الإدارة الاقتصادية في مصر أو القائمين على الجهاز المصرفي المصري هم بيتكلموا في الوضع الطبيعي، لكن الكفاءة بتظهر في الأزمات مش في الوضع الطبيعي. طب يا دكتور معلش، يعني دكتور حافظ، يعني حضرتك عايز تقول لي أنه الأزمة بتاعت الدولار في مصر دي مرهونة بوصول القرض بتاع صندوق النقد، مجرد ما يصل هتتفك الأزمة؟ لا، هي مش هتتحل، لكن هتبدأ تفك. ليه؟ لأنه هيبدأ يزود الإيرادات بتاعته من خلال الحصول، بقى ياخد 8 أو 10 مليار من السوق الدولي بسعر فايدة مرتفع، فبالتالي العرض يزيد، فيبدأ يفك في الناس شوية بحيث الدنيا تمشي بهذا الشكل. لكن طبعا هذا الحل مسكن وليس حلا جذريا. الحل الجذري اللي دايما بنقوله مع حضرتك انا والاقتصاديين اللي بيطلعوا
عالم كملين وغيرها من القنوات في الخارج، هي ان مصر لا تنتج، مصر تابعه للخارج. هتظل مشكله الدولار في مصر تتكرر كل فتره، كل ما تحصل ازمه في الخارج او في الاقليم تاثر علينا، مواردنا من النقد هتبقى اقل من التزاماتنا، هنرجع لنفس المشكله تاني. علشان نحل المشكله دي لازم ننتج. احنا مثلا بس قبل ما اطلع على الهوا مع حضرتك كنت بقرا حوالين موضوع البنج والنقص اللي موجود فيه ده. فطبعا احنا من خلال قراءتنا في صناعه الدواء، مصر ليس فيها صناعه دواء، مصر فيها صناعه تعبئه دواء زي الكوكاكولا كده. احنا بنجيب مستلزمات الانتاج من بره بالدولار، ونعمل عبوات بنستوردها برضه بالدولار، وبالتالي كل الصناعه في مصر قايمه على مستلزمات الانتاج من الخارج، على استيراد خطوط الانتاج. انت عشان تحل حل جذري اتاخر 5 6 سنين، واستفيد من الازمه واعمل احلال محل الواردات، يعني صنع في بلدك، استفيد من الخامات الموجوده، استفيد من العقول، استفيد من مراكز البحوث، علشان بدل ما انت عندك الان عجز 43 مليار دولار في الميزان السلعي بتاعك، يبقى 5 يبقى 10، لكن ما ينفعش يبقى 43 وماشي على طول، لانك انت مع المتطلبات الموجودة دي وزيادة اعتمادك على الخارج كقوات مسلحة، كصناعة، كزراعة، كخدمات. حضرتك خش أي مول في مصر وشوف البضائع الموجودة داخل المول، إيه اللي منها منتج في مصر، ونسبة المكون المحلي قد إيه. حضرتك إحنا بنقول عندنا صناعة سيارات من الثمانينات، إحنا لا ننافس أبداً على صناعة السيارات لا في الإقليم ولا في الدولة. وأي حد بيشتري عربية متصنعة في مصر ومتجمعة في مصر بيبقى لو خير ان الشركه الاجنبيه، الشركه الاجنبيه ليه؟ الكفاءه اقل. احنا صناعه السيارات ليست التجميع، هي التكنولوجيا. التكنولوجيا صحيح. هي الحل لكل هذه القضايا، وعشان نوصل لنتائج صح نحل مشكله الدولار، نحل مشكله التعليم، نحل مشكله الصحه، الانسان المصري يعيش حياه كريمه، لازم ننتج. غير كده كل ده يعني اسمح لي تهريج بدءا من الحديث عن مصر نمر على النيل، لما كان بيتقال ايام الجنزوري ومؤتمر منتدى ديفوس ومشروعات القوانين بتاعه البي او تي، وكانوا مفهمين لنا ان المستثمرين الاجانب واقفين في المواني وفي المطارات بس عشان نطلع القانون ده، وهنلقى مصر كلها بقت طرق وبقت مواني وبقت استثمارات. حضرتك بتكلموا من امتى عن المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه في خليج السويس والتواجد الصيني ومش عارف رجال الأعمال المصريين؟ إحنا إلى الآن التكنولوجيا الموبايل دخلت في أكتوبر 96 لما اتعمل مؤتمر منتدى ديفوس بتاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتعمل في مصر. بعد أكثر من 25 سنة أنت لا تنتج أي شيء يتعلق بالموبايل في مصر، لا التكنولوجي ولا المشين ولا أي حاجة خالص. إحنا بنعمل إيه؟ احنا عايشين على غيرنا، احنا عارفين الطريق بتاعنا. الكلام اللي انا بقولك ده انا سمعته من اساتذتي من اكتر من 30 سنه في الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع اللي هي في ميدان الاسعاف جنب مصلحه الكيمياء، لو حضرتك تفتكر يا استاذ. عارف كل الاقتصاديين المصريين بيقولوا القواعد دي، وكل الاجيال اللي جت بعدي بتسمعها في المؤتمرات في الندوات، لكن للاسف الشديد الحكومه بتسمع من هنا وتفوت من هنا، وبتستمر في الارتكاب أكبر جريمة في حق مصر وفي حق الأجيال القادمة. الدكتور عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، شرفتنا يا فندم وأشكرك جدا. الله يبارك فيك يا استاذ، انا اللي سعيد بس فاضل بقى اقول لحضرتك ان انا مش دكتور، يعني هفضل كل مره اقول لحضرتك كده. بشكرك جدا، انا اسف، بشكرك وبشكرك على توضيح درجات ليست طبقات، بشكرك جدا. الله يخليك يا استاذ، ربنا يكرمك. ربنا يحفظك يا فندم، سعيد. شكرا، شاكر لحضرتك جدا. في امان الله، سلام عليكم. الحقيقه كلام الدكتور او الاستاذ عبد الحافظ الصاوي كلام محترم جدا، بس يعني هتسمع مين؟ ناس بتحكم مصر فاسده، واضافه انها فاسده جهله. فأنت قدام إدارة جاهلة وفاسدة وجعانة. فالكلام بتاع الأستاذ عبد الحافظ الصاوي لن يلقى اسمع أي حد، خلاص خلصت القصة وخلص الحلقة. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله، حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.
لم أفتح.